مجددا داخل المنطقة، أحمد المنهالي في الإبعاد. مجددا السيلية يعيش نفس الوضعيات الصعبة التي كان يعيشها طبعا في كل مبارياته، أنه دائما أول من يستقبل الله. الله الله الله، بنيطو بنيطو بنيطو، التنافسية بينه وبين دالا، من يسجل منهما؟ يجب على الآخر أن يسجل مثله. كل هذه التنافسية تخدم الوكرة في الأخير، تخدم الوكرة. هنا أحمد المنهالي أخطأ في الإبعاد، بنيطو أخذها وأنهاها بشكل ولا. الله الله على الاستلام، الله الله الله، استلام بأناقة، مرور بروعة من أمام رامي فايز، يكتفي بمشاهدة.